بداية الأخبار النهاردة من عند منتخبنا الوطني بالتأكيد. الخبر الأول عنوانه وهو منتخب مصر يتعادل مع غينيا بيساو ويحافظ على صدارة مجموعته بتصفيات المونديال. اكتفى منتخبنا الوطني بقيادة كابتن حسام حسن بالتعادل 1-1 مع غينيا بيساو على استاد 24 سبتمبر في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. تقدم ماما بلدو لأصحاب الأرض في الدقيقة 42 من عمر اللقاء قبل أن يتعادل محمد صلاح في الدقيقة 70. بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول، بينما قفز منتخب غينيا بيساو إلى 6 نقاط. طيب كابتن حسام حسن كان ليه تصريحات بعد المباراة، كان يعني عنوانها سعيد بالتعادل مع غينيا بيساو وهناك إلا يعني كل تحارب منتخب مصر. اعترف كابتن حسام حسن المدير الفني منتخبنا الوطني بوجود اخطاء في مباراه الفراعنه اليوم امام غينيا بيساو، موضحا ان تباين الاداء امر طبيعي امام منافس قوي يمتلك محترفين ولديه حلم مشروع للتاهل في كاس العالم. قال حسام حسن في تصريحات عقب اللقاء: سعيد بالاداء وبمستوى اللاعبين، قدموا ما عليهم وحاولنا تفادي الخساره، ولا نلاعب انفسنا، لابد ان ننظر لانفسنا. متى تاهلنا لكاس العالم؟ متى اخر مره فزنا بكاس الامم الافريقيه؟ لا نواجه انفسنا، وسعيد مثل الكثيرين من الجماهير التي تفهم الكره. قال كمان: سعيد اني متواجد مع منتخب مصر مثل الناس المخلصه، ولا اهتم بالبعض الذي يشكك في المنتخب. هناك قله قليله تحارب المنتخب، وهناك البعض يخاف ان ينجح المنتخب، ولا اعلم السبب. طيب دكتور محمد ابو العيله طبيب منتخبنا الوطني قال ان مصطفى محمد تعرض لاصابه في اربطه الركبه خلال مباراه غينيا بيساو التي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1 ضمن مواجهات الجوله الرابعه للتصفيات المؤهله لكاس العالم، وسيخضع اللاعب لاشعه بعد العوده الى القاهره ان شاء الله تبقى سليمه. من منتخبنا الوطني لنادي الزمالك، قرر الجهاز الفني للفريق الاول بكره القدم بنادي الزمالك بقياده البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الاكتفاء بخوض اللاعبين لتدريبات بدنيه خاصه في صاله الجيم بمقر النادي مساء اليوم استعدادا لمباراه سيراميكا كليوباترا. ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامج بدني للاعبين بخوض تدريبات خاصه في صاله الجيم والاكتفاء بها خلال مران اليوم من اجل رفع معدلات اللياقه البدنيه. واكتفى ايضا الجهاز الفني بخوض اللاعبين لتدريبات في صاله الجيم على ان يخوض الفريق تدريباته الفنيه بشكل طبيعي في مران الغد. طبعا يستعد الفريق الاول لكره القدم يعني بنادي الزمالك لخوض مباراه سيراميكا كليوباترا يوم 14 يونيو الجاري والمؤجله من الجوله 11 لمسابقه الدوري الممتاز. طيب كان في تدريبات النهارده منفرده لشيكابالا والونش قبل مواجهه سيراميكا، وادى محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود حمدي الونش ثنائي الزمالك تدريبات خاصه في ملعب حلمي زامورا طبعا على هامش مران اليوم البدني استعدادا لمباراه سيراميكا كليوباترا. وكان يعني الجهاز الفني للزمالك قرر الاكتفاء بخوض اللاعبين لبرنامج تدريبي بدني في صاله الجيم بمقر النادي. شيكابالا والونش ادوا تدريبات منفرده تضمنت بعض التدريبات التاهيليه والركود حول الملعب تحت اشراف طبعا علاء رجب مخطط الاحمال بالفريق. ويواصل شيكابالا برنامجه التاهيلي في ظل معاناته من الاصابه في العضله الاماميه، بينما يؤدي الونش برنامج تاهيلي ضمن المراحل الاخيره يعني الخاصه بعمليه جراحه الرباط الصليبي. يرجع لنا في اسرع وقت كابتن شيكابالا والونش. طيب جوزيه جوميز طلب تقرير مفصل عن موقف المصابين، ويمكن طلب جوزيه جوميز من الجهاز الطبي للفريق برئاسه الدكتور محمد اسامه اعداد تقرير مفصل عن موقف لاعبي المصابين مع نهايه فتره التوقف الدولي. طبعا يعني تشمل قائمة الزمالك عددا من لعيبة مصابين والذي يأتي أبرزهم محمود شيكابالا وأحمد فتوح ومصطفى الزناري وسيف الدين الجزيري.
طيب جوميز يبدأ في دراسة سيراميكا كليوباترا. طلب جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك من جهازه المعاون إعداد تقرير فني شامل عن فريق سيراميكا. طبعا يعني عايز يقف كده على نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس، ويسعى الجهاز المعاون لجوميز تجهيز عدة تسجيلات لسيراميكا كليوباترا من المباريات الأخيرة من أجل مشاهدتها جيدا قبل المدير الفني لوضع الخطة المناسبة لمواجهته. طب يمكن آخر خبر معانا يعني يخص لاعب نادي الزمالك المحترف، ويمكن النهاردة الخبر ده أول ما شفت الجول انبسطت ليه؟ لأنه أوغندا لما تقرر تلاعب لعيب تحت السن ويكاد يكون أصغر لاعب في القائمة عشان بيلعب في نادي الزمالك، فدي حاجة كبيرة، فربنا يكرمه ويكلل تعبه بجول. موتيابا يسجل هدف في خسارة أوغندا أمام الجزائر بتصفيات المونديال. تغلب منتخب الجزائر ضد أوغندا بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على ملعب مانديلا الوطني ضمن منافسات الجولة الرابعة المجموعة السابعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. تمكن موتيابا من إحراز الهدف الرائع في الدقيقة 10 وسدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء وسكنت الشباك. طبعا موتيابا لعب مباراته ال 12 بقميص أوغندا، وللمرة الأولى في مسيرته يسجل هدف مع منتخب بلاده. تعادل حسام عوار للجزائر في الدقيقة 46 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف سعيد بن رحمة الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعدما روغ حارس المرمى بروعة وسدد في المرمى الخالي. بهذا الفوز وصل منتخب الجزائر للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة، بعده على طول بتسوانا في الوصافة بستة، ويتساوى مع بتسوانا كل من غينيا موزمبيق أوغندا، بينما يتزايل منتخب الصومال الترتيب دون رصيد.